الفراخ بقى نعلق على الفراخ. النهارده هنعمل فراخ الملزقه دي سهله جدا جدا لكل ام صغنونه لسه متجوزه. تعمل الفراخ دي بطريقه يعني مسافه تلت ساعه بتلاقي عندك اكله جميله. الفراخ بتقطعي الفرخه 8 قطع، بعد طبعا بتغسليها كويس قوي، انا عارفه ان انت بتغسلي اي ام واي بنوته واي ست بتغسل الفراخ كويس. قطعيها 8 قطع، واهم حاجه جلد الفرخه يكون موجوده. بعدين بنجيب حله واسعه من تحت بنحطها على البوتاجاز ونمسك تسخن بس، وبنمسك قطع قطع زي ما هوريكم ان شاء الله، نمسك قطع قطع وبنحطها وبنحط عليها كل التوابل اللي انت تحبيها وكوبايه ميه. كل ما تشرب ومعلقه واحده سمنه او قطعه زبده، كل ما تشرب الميه تحطي لها، وفي الاخر بتديك طعم جميل جدا. والفراخ دي اسمها فراخ ملزقه، كان عصمت جوزي بيشتغل في المطار وبعدين جاله شيف فقال له انا عايز احلى طريقه للفراخ، فقال له عليها، فربنا يبارك له والله اللي وصف لنا الفراخ دي، واحنا كلنا بنحبها جدا، وهتدوقوها ان شاء الله وهتعجبكم. وما سموها ملزقه ليه بقى يا مولاي؟ لان في الاخر الصوص بتاعها بتبقى زي يعني له تلبسيه كده يلزق، فجميله جميله زي الصوص بتاع الكوارع كده. ايوه ليها جوز كده، فبتبقى طعمها حلو قوي. طب حبايبك بقى من السعوديه النهارده، اسمعي بقى رد انت قولي بقى، شوفي حبايبي. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت عارفه دي مين؟ مش واخده بالي. دي ام هند بنت ام حميد الله يرحمها. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنه، مامتك كانت ست عظيمه وربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنه يا رب. وانت بنتها يعني انت الابنه اللي ان شاء الله هتبقي الخلف الصالح للام الغاليه. ورب كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي، ويخلي لك ولادك ويرحم ماما، وكل سنه وانت طيبه يا اعظم ام هند في الدنيا. ما خير ايه؟ خير خلف، خير سلف. خير خلف لخير سلف طبعا. طبعا بسم الله عليك. ازيك يا ام هند؟ الله يسلمك يا ست غالية، كيف حالك؟ الحمد لله. لا عاوزاك النهارده تبقي مبسوطه يا امك، روحها بتحوق بصي حوالينا كده. هي ماما بجلدها ده قطعت، معلش بقى. طبعا الله يرحمها ويجعلها ما اثرت فيها. انا كنت بحب اسمع صوتها بصراحه. الله يرحمها، ربنا يرحمها، كلنا هنموت والله، اثرت فينا كلنا. كلنا هنموت، ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنه يا رب. يعني روحها كده كانت بتيجي من الحرم. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنه. كانت رغم الامراض اللي كانت عندها بس كانت دايما بتضحك وكانت دايما سعيده. ام عمر الله يرحمها. ام عمر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. ازيك يا ست غاليه؟ تسلمي. النهارده ماما ليلى اللي معاكم هي اللي هترد على كل تليفوناتكم. كل سنه وانت طيبه يا ام عمر، ويقعد عليك الايام بخير ويخلي لك ولادك ويجعلهم برين بيك. اهلا يا ام غالية، عامله ايه؟ الحمد لله. اسمعينا بس من التليفون عشان تسمعينا كويس. الله يخليك يا ماما ليلى، الله يخليك. كل سنه وحضرتك طيبه. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي، ومامتك طيبه، واولادك طيبين وبصحه وبسلامه، يقعد عليك الايام بخير يا حبيبتي. سامعانا يا ست الكل؟ سامعاك. طبعا. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه والامهات كلها طيبه. يا رب يا رب. طيبه وانت طيبه وبخير. عيد سعيد عليكم ان شاء الله. تعيشي. ميرسي قوي قوي قوي، شكرا. رجعل اولادك برين بيكي يا رب. شرفتينا وانستين. انت يا غاليه سبقتيني في كل حاجه. لا لا، ازاي انا اقدر؟ ده انا قعدت اسمع منك ازاي اعملها عشان ما توكس قدام الناس. لا لا، ازاي بقى، انت شطوره، انت شطوره، واكلك جميل وحاجاتك كلها جميله. حضرتك بقى قولي التطبيق. احنا حطينا كل الحاجات اللي قلتي عليها. حطينا ورق اللوري، وحطينا حبهان، وحطينا كركم، وشويه قرفه بسيطه كده. ايوه قرفه، وملح، وفلفل اسود، كل التوابل اللي انت بتحبيها، وكل التوابل دي في بيوتنا كلنا يعني. هنمسك بقى قطعة كده في الحلة الواسعة من تحت، وهنحطها لغاية ما نسمع تش كده. طب اقلبها لك؟ هي ما تتحط. انا حالفة ما تحط ايدك النهارده، شاوري بس. لا لا والله، لا والله يا غالي، كان نفسي اجي اريحك النهارده. لا ده انت النهارده اللي ترتاحي. تعيش يا حبيبة قلبي، تعيش. مبطة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أم بطة يا شعيرة يا جميلة. أم بطة الشعيرة الجميلة. ازيك يا مليا؟ كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي، ولادك طيبين وبصحة وسلامة وحياتك كلها كل خير. عاملة ايه والحاجة عصمت عامل ايه؟ الحمد لله الحاجة عصمت حلو، مادام انتوا حلوين، وهو دايما لما بيسمع صوتكم يعني بيبقى بشوش بيكم والله، وبيسعد قوي انه يسمع صوتكم جميعا. كل سنة وانت طيبة، وربنا ما يحرمناش منك يا رب ولا من كلامك اللي سايل عسل. تعيشي يا حبيبتي، تعيشي، ميرسي قوي قوي لذوقك يا حبيبتي. وكل سنة وكل ام طيبة، والله يرحم كل ام متوفية ويدخلها احلى جنة، ورب كده يخلي كل الامهات. يا رب يا رب، ربنا دايما يا رب يخلي كل ام سعيدة بولادها، ويبقى ولادها دايما من الافاضل الاوفياء ومن الابرار، تكون هي اسعد واحده في الدنيا. الله، امي يا كل حاجه حلوه في دمي، امي يا احسن انسانه لقلبي، ابكيكي بروحي واشكيلك همي. معلش امي، روحي بتناديكي وبتشتكيلك المي، يا امي يا غاليه عليا، يا امي انت نور عينيا، ما تصورتش حياتي بدونك، والعمر ما يحلاش من غيرك. وبدأ يا ربنا يخليكي، وافرحي يا أم الشهيد، ابنك النهاردة سعيد، مصر هي التورتة وهو الشمعة اللي منورها، اوعي تبكي عليه، دي مصر بتنادي عليه، يا مصر يا أم الدنيا، يا مصر يا غالية عليا، كل سنة وانت طيبة، وكل مصر طيبة، وكل الشعب العربي طيب، وربنا يصلح الحال ويهدي الجميع. وكل سنة وانتم طيبين. شكرا شكرا على كلماتك الجميلة، ودايما يا رب نسمع منك كل شيء جميل. بارك الله فيك يا بنتي، بارك الله فيك. ودايما ربنا ما يحرمناش منك يا رب. وبنتي سميرة الصغيرة عايزة اتكلمي. عينيا عينيا، دي هتبقى حفيدتي بقى. تغالي عامله ايه النهارده معانا ماما ليلى؟ اهي ازيك يا ماما ليلى، عامله ايه؟ ازيك يا نور عيني يا حفيده يا جميله، ربنا يخلي لك ماما ويخلي لك بابا، وتجيبي لماما ورده وتقولي لها كل سنه وانت طيبه يا ماما. لو ما معكيش تجيبي لها الورده، ارسمي لها الورده، وهتبقى احلى هديه منك. الله يخليك، كل سنه وانت طيبه وماما طيبه وبصحه وسلامه. حاضر. اغني؟ غني غني يا روح. غني. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل اتباع، يا ربي خليكي يا أمي، يا ربي خليكي يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبه. انت اللي حبيبه وجميله، ربنا يخلي لك ماما ويخليك يا حبيبتي، ويخلي لك اخواتك وبابا، وكلكم تبقوا بصحه وسلامه. الله يخليك، تعيشي يا كل سنه وانت طيبه يا ماما ليلى، وربنا ما يحرمناش منك ابدا. كل سنه وانت طيبه يا ست الكل، ويخلي لك ولادك يا رب. عايز اسلم عليكي. طيب يا حبيبتي، حماده. الو، ازيك يا ماما ليلى؟ ازيك يا روح قلبي، يا اعز اسم في الدنيا، عقبالي يا رب ما تبقى مهندس زي ابني حماده المهندس، ويطرح فيك البركه يا حبيبي. عامله ايه يا ماما ليلى؟ ازيك يا نور عيني، ازيك يا حبيبي؟ عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. انا كويسه قوي ان انا سمعت صوتك يا حماده. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. نعم حماده، تعرف تغني تقول يا ست الحبايب؟ كل سنة وانتم طيبين، وقصة البرنامج كلها، وانا بسلم على كل ام. الله يخليك، وبقول لها كل سنة وانتم طيبين. وانتي طيبة، وانتي طيبة يا حبيبتي، ورب ما يحرمنا منكم خالص. كل سنة وانتم طيبة يا ام توتة، وسلميلي على الحاجة الكبيرة. تسلمي تسلمي، يلا لا اله الا الله. مع الف سلامة. الف سلامة. ايوه يا جميل، عاوزاكي بقى النهاردة تقولي لي كده من بقك الجميل ده كلمتين للام اللي ربنا ما ادهاش اولاد. الام اللي ما ادهاش ربنا اولاد عمرها ما تتضايق، لان ربنا عمره ما بيعمل حاجه الا فيها الخير للبني ادم. ممكن ربنا كان يديكي ابن ولا يعوذ بالله معوق، ممكن ربنا يديكي ابن عاق،
تفضلي العمر كله حزينة. فربنا عمره ما بيعمل إلا الشيء كويس للإنسان. ربنا أما بيعمل حاجة للإنسان بيكون هو أحن علينا من الرضيع، من الأم على رضيعها. فربنا دايما انت اشكريه، اشكريه واحمديه. وربنا على فكره بيقسم الارزاق، يعني اوعى تفتكري ان انت كده ناقصه حاجه. ربنا بيقسم الارزاق علينا كلنا زي بعض. هو ما اداكيش ابن لكن اداكي زوج صالح، ما اداكيش ابن لكن اداكي قلب كبير، ما اداكيش ابن اداكي صحه، اداكي عافيه، اداكي عيله كويسه، اداكي وظيفه حلوه، اداكي جيران حلوه. فهو ربنا بيقسم الارزاق. واوعي تتضايقي، دايما قولي الحمد لله، كل شيء ربنا بيعمله بحكمه، واي حاجه ربنا بيجيبها للانسان بيجيبها حلوه قوي. اوعي تزعلي، اوعي تزعلي. وكل الناس ولادك، كل الناس ولادك، ولاد اختك تبقى ولادك، ولاد اخوكي ولادك، ولاد مصر كلهم ولادك. الله عليك يا ابو ملاي. عمرك يا رب اعوام واعمام جديده ان شاء الله انت وست غالي وجميع اللي تابعونا. ربنا يكرمك يا احلى لهجه في الدنيا، لهجتك جميله واسمك جميل. ربنا يجعلك من الخالدين دنيا واخره حبيبتي. امين يا رب. ربنا يجعلك من الخالدين دنيا واخره. وماما ربنا يعني عايزه اشكرها انها سمتك الاسم الجميل ده. حبيبتي والله هذا من ذوقك ومن طيبك. والله انا سعيده جدا اني اتصل في حلقتك اللي انت موجوده فيها، يعني ما تدرين ايش كثر انا فرحانه. تعيشي يا حبيبتي، ده انا سعيده جدا بسماع صوتك وبلهجتك الجميله. ربنا يسعدك ويهنيكي وابعث لك فراخه وغاليه بتعمل لك احلى فراخه. حبيبتي تسلمي لي، والله يا ريت يكون موجوده معاكم والصحبه الطيبه هذه. احنا يشرفنا ان انت تكوني معنا يا خالد. حبيبتي والله ان شاء الله ان شاء الله لما اجي لازم اشوفك، ولاني من اسمع صوتك بالتليفون وانا جدا فرحانه شلون لما اشوفك. تعيشي يا نور عيني، انا ابقى سعيده او ان انا اسمع صوتك على طول. كل سنه وانت طيبه حبيبتي. وانت طيبه وست غاليه، كل عام وانت بخير. وكل الامهات والكل وامي ام مرزوق اقول لك كل عام وانت بخير، والله يخليني ان شاء الله وابرك وما اكون يعني قاطعه فيك. وهم الام هند انا حلت اثرت يعني باتصالها، اقول لها هم كل عام وانت بخير يا ام هند، انت ام جميله والله يرحم امك ام حميد. تعيشي يا حبيبتي كل سنه وانت طيبه وامك طيبه، ويرحم ام حميد وجميع اموات ام محمد وام تعيسه وموسى جميعا يا رب. امين يا رب. امين. كل سنه وانت طيبه يا خالده. يعطيكم العافيه يا عمري. مع السلامه. جميله جدا الاكله دي، جميله جميله غاليه. وبصي ما فيهاش اي حاجه. لا حلوه قوي، مش ما فيهاش تعب خالص. ده انا يعني سريعه سميناها ليه ملزقه بقى. لو انت شفتي الصوص اللي طالع منها هتلاقيه، بصي يا غاليه تلاقي الصوص بصي بيلزق. ده ايه شويه، لو انت حطيتيه بقى على المكرونه وانت بتاكليها تحفه تحفه. بالهنا والشفا عليكم يا رب. الله يهنيكي. تعيشي يا حبيبتي قلبي. الف هنا والشفا.